هلا وسهلا، اخباركم؟ جات الشريره النسره. اليوم عندي تكريم من مهرجان المتميزين العرب، حاضرين في اغلب النجوم العرب من كل مكان. طبعا انا من النوادر اني اوافق على تكريم او شيء، لان انتم تعرفون وجهة نظري في هالشيء. انا قايل تواجد في العالم العربي، مش الكل اكيد طبعا، المكان اللي انا رايحت له مش منهم، ما يتضمنهم. العالم العربي يكلمونك حقين التكريم، المهرجانات طبعا الفنانين يعرفون اللي انا قاعد اقول انه صح 100%. يكلمونك يقولوا لك احنا بنعطي لك جائزة مثلا كوكب الشرق، مطرب كوكب الزهرة، زين سعرها 5000 دولار، 10000 دولار، حسب يعني. كل ما الجائزة فيها إغراء أكثر كل ما السعر ارتفع. هاي أغلب المهرجانات، زين. إيش سوي إدارة أعمال الفنان؟ يقول له ما عندنا مشكلة. ليش؟ لأن بيعبون ويكيبيديا إنه ما أخذ الجائزة الفلانية، الجائزة الفلانية، الجائزة الفلانية. فصارت زي كذا يعني، زي الرولز يعني، إن ده العادي إنك أنت تشتري جوائز. مصيبة مش هنا بس، مصيبة إن الفنان هذا يصدق إنه هو نجم الكوكب الأوحد ويطلع على المسرح يشكر وعيونه تدمع. لا، ويهدي الجائزة أهديها حق أمي أبوي. في واحدة أذكر قالت أهدي الجائزة حق شيوخنا وحق، وأنا عارف إنها شهريتها 50000. مصداقية من جوا. So هذا الشيء هو اللي مخليني كل هالسنين كل ما يكلموني عن جوائز وكذا من قبل ما يفتحون الموضوع أرفضه، لأني عارفة اللي جاي. لكن في مهرجانات ثانية معروفة، بالأخص بصراحة مصر. يعني مصر أقل بكثير من البلدان الثانية في موضوع الجوائز، في موضوع أنهم يطلبون مقابل، أقل بكثير، معروف. زين، باي ذا واي هذا السيروم تبع شو اسمها هذيك المهلوكة، شارلت. زين، نحط سيروم أول شيء، رطب البشرة، بعدين الميك اب. فمصر معروفين إنه لا، في مهرجانات الرئيسية الأساسية يعتمدون على الكفاءة. فأول ما عرضت علي تينا هذا الموضوع كلمتني، قلت لها شوف في، قالت لي أبدا أبدا ولا حد من اللي جايين هذا الشيء متصاير معاه، وإحنا عارفين وجهة نظرك، عارفين ما تطلعين، وعارفين ما تروحين مهرجانات، وعارفين ما تختلطين في الوسط، عارفين كل هذا. فكل اللي جايين عندهم نفس الموضوع، تكريم للكفاءة، يعني التعامل عمل فني هذا السنة ناجح، كرمونك، انت شايفينك انك تستحق اللقب الفلاني، عطولك. So that's why انا وافقت على الظهور، لاني انت تعرفوني انا ما احب الاختلاط في المجتمع الوسط الاعلامي الفني. مش صغرة في حد، بس مو ستايلي، مو جوي. مثلا تقولوا لي في لمة دكاترة، في لمة روحانيين، حتى لو مشعوذين اروح، روحي ترغب هالمواضيع أكثر. يعني أحب الغنى طبعاً، أحب الفن، بس الناس اللي تشتغل في الفن وكذا أنا مش عقلية ما تشبههم. يعني ما عندنا مواضيع مشتركة مثلاً، يعني ما حنفتح موضوع مثلاً شنو حاصل في العالم العربي، كيف ممكن نقدم حلول، كيف ممكن نساعد الناس، كيف ممكن نعمل شيء to help people. يعني ما عندهم شيء، ما في، معروف أنتوا تعرفون الوسط الفني أكثر مني. يعني اهتماماتهم يا فنية يا الشهرة وصراع على الشهرة، فمو جوي. هذا من توم فورد، بيز ميك اب، بالأخص يعني اللي عندها شكر له، هذه اللي كده الحفر ما أعرف وش، مسامات مرة كويس على فكرة، مرة كويس، شوي غالي بس كويس. هذه شارلوت، بحط شوية من شارلوت، بعد كده بحط بيز ميك اب حق توم فورد. انا راح اسوي ميك اب لنفسي، بس انا مشكلتي اني ما اعرف احط رموش. I don't know.
كيف راح اضبط موضوع رموش ده ان شاء الله اني اقدر. ليش؟ لاني عندي مشكلة. الميك اب ارتست حلوين وجننون، بس انا احب لما احط ميك اب ما احب حد يتكلم معي. احب الميك اب ارتست او الهير دريسر حق الشعر يكون اخرس، يفضل يكون اعمى ويفضل يكون اصم. احب لان انا احب لما حد يشتغل لي شيء. على فكره السيرم حق البيز ميك اب اللي تحطونه لا تقربونه هنا لانه راح يجمع لكم خطوط تحت العين، زين؟ حطوه في الاماكن اللي تحسون انها تصير اويلي، تصير زيتيه دهنيه. انا ما يصير معي، بس يلا اسمي مسويه بيز ميك اب، انا ما يصير معي. زين ما اقرب هنا. فاحب الميك اب ارتست اللي يكون انسان الي، وهذا صعب. حلوين واصحابي ويجننون، بس انا ما احب الكلام يعني يفتحوا مواضيع. ليه؟ لان انا تحت يدك توترني. خليني مثلا جالسه افكر في الحفله شنو اغني، بطلع المسرح لا تشغلني سوالفك. انا تطلقت، انا تزوجت، انا ولخص لو كان ميك اب ارتست مبسبس قصص معفنه تسمعون. سو افضل لما يكون عندي حفله ايفنت، انتم ملاحظين اني انا اسوي ميك اب، انا اسوي شعر، انا كل شيء. زين افضل يعني. اوكي في التصوير انجبر، انا ما يكون في وقت في التصوير. الله اكبر، قوم اصلي العصر. سو انا راح اسوي ميك اب لنفسي، وتعالوا معاي وعلموني وصححوا لي لو انا غلطانه في شيء من خطوات الميك اب يا بنات. ايش رايكم في ده؟ بس طلب قبل اقوم اصلي. عندي طلب من حبايبي اللي انا ضايفتكم في سناب. انتوا عارفين انا ما ادخل واشوف لا سناباتكم ولا حياتكم، اقسم بالله ما عندي فضول اشوف سنابي، وما عندي فضول اشوف حياة اي انسان الا لو انا في بعض الاحيان على اكسبلور حاجة لفتت انتباهي، شغلة على اكسبلور، اوكي دخلت او بالغلط. زين اما اني اخش سنابي وشوف الرسائل على الخاص، هنا انكتم. اوكي لاني اعرف ان كل رساله راح افتحها في وراها عتب، ليش ما تردين، ليش ما ادري وشو، ليش ما ادري وشو. رجاء كل اللي ضايفتكم حبايبي في سناب لا ترسلوا لي، لاني ما راح اشوف. واحده اثنين، وانا ابث ان شفت حد فيكم اتصل سناب كول، وللاسف ما في هذه الميزه اني انا اوقف السناب كول من الفريندز، وقطع علي بثي وقطع علي افكاري، خاصه اني انا اقدم محتوى احتاج اني انا اجمع افكاري، انا مو جالسه اهرج. اوكي في بعض الاحيان اقدم محتوى جاد حيوان من اللي عندي يتصل لي يقطع عندي كل المحتوى. او لو حابين تسجلون الشاشه من فانزي حبايبي، لما اخلص تصوير سجلوا الشاشه، ترى تهلكوني الاشعارات لما تنزل. بغير كذا انا ممكن اسوي شيء مره بسيط، ديليت للجميع، انفولو للجميع، واعيش حياتي صح، لان انا ما احب اضغط على شمس ولا احب ابيها. فتحذير لحبايبي واصحابي، مشيتوا على الكلام خير على خير، ما مشيتوا انا مش من النوع اللي يخسر حد. انا الناس تخسرني لان انا ما استفيد من الناس، الناس اللي هي تستفيد مني كل اللي حولي. تمام حبايبي؟ رجاء وانا اصور لخلق الله محتوى افيد فيه الناس، لا حد فيكم لا يتصل ولا يرسل ولا يسجل شاشة. انتظروني اخلص، سووا اللي تبوا. والان نكمل الميك اب. زين فاونديشن المناسبات، الحاجات اللي تصوير مناسبات وفول كفر، وطبعا في فيتامينات ومعادن وتغذيه واحماض امينيه والدنيا. كومفورت من اروع ما يكون. انا بس هذه النسخه الجديده يعني من توم فورد. راح تقولي لي وش درجتش درجة حقي اللي تناسب بشرتي، فما اعرف اختاري انت، روحي واختاري. للمناسبات حلو مرة. Oh, 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 oh
الله يقلعك عمار على هالاغنية الحلوة. هنفني سهرك لو متهني مهدود أشوفك عندي أشكار بالمقصود ما قلت بحال صار عيش بنفسي قد ما رحت فيك وهمتي السهرة لم تهمني من دوني أدوب لك صورة لعيوني أدوب الحال صار من قد ما أفكر بك أفكر طبعا لان عندي تصوير لازم طبعا شوفوا حصل معي موقف بنات بعلمكم. البيز اللي حاطته حق توم فورد كثر ما هو قوي بيز الفاونديشن ما رضى يمشي بسهوله، فشنو اسوي؟ احط اي سيرم اوكي في البلندر واسهل توزيع الفاونديشن. حطيت كده قطرة. عندي سيرم حق إيف سان لوران، طبعا دايما اقول لكم انه هم بعد هو بيز ميك اب بس اويلي اكثر من دراي، بس هذا حق توم فورد كثر ما هو من قلب الظهر لازم كنت احط كمية اقل. فمعلومة على الطاير. طبعا هذا في ماكسيموم كفر فما حط كثير كونسيلر. لا يوقع التذيت عايش بيك عايشني عليك بدعتي الايام اجيب بالك قبل بنات عادي اعترف لكم بشيء. البنت لما تكون في علاقة بشكل عام يعني هذا الكلام من يوم ربي خلق حواء وآدم زين حتى يمكن من ايام الانسان القديم هذا كله في الكهف حس ان المرأة طبعها ما تغير. شلون المرأة لا حبت مهما كان ما تنسى بسهولة، يعني حيل تظل عايشة الحالة، واذا طبعا اذا العلاقة دي انتهت او كذي مهما تكون قوية وشخصيتها قوية وعندها اكتفاء ذاتي، خلينا نقول عندها كيان وعندها وظيفة وعندها أهل وناس وأم وأب وقبيلة، خلينا نتكلم على المرأة الكاملة مكملة ظروفها زين اللي ربي رازقها كل شيء. تخيلوا هذه اللي ربي رازقها كل شيء بس تنكسر في علاقة ولا تشوف من هذا الكل شيء. خطر صار بشراييني ماكو مشاعر غيرك قدر يبقى حلو بعيني ما نقص حبك حتى ان فرقتني وصدق بهذا العالم انت التهمني قبل وبعد حبك ولا شغلك نكمل. سو الاخت المرأة هذا اغنيتي انا احبها اسمها خط الخطر، اسمعوها زين. اوف لما تحب المرأة من ايام الكهف يوم هو الذكر يطلع يروح يصيد الغزلان وايام السروال القديم مالهم هذا اللي بس كذي ما ادري من ورق الشجر ما ادري وشو
بحس مثلا حتى من ذاك الوقت اذا صار بينهم خلافه هي تكتئب. عاد شلون نوع الاكتئاب مالهم ذاك الوقت ما اعرف شكله، يعني اكيد لما كانت تكتئب ذاك الوقت ما تاكل غزلان من يعني مطبوخه، ممكن تاكلها نيه كذي يعني، ممكن تقعد فوق شجره موز تنادي ربها، يعني ظروف مختلفه اكتئاب الان عن اكتئاب اول. مثلا عيالها بعد ما تصير تاكلهم جرابيع، كانوا ياكلون جرابيع واشياء زي يعني لانها محتجه ومتضايقه. الكونسبت ان المراه لا حبت يختلف نسيانها عن الرجل. الذكر، الذكر عزيزتي لو رحتي وراح كل شيء وراك يعيش حياته عادي زين، وما تطرين. لازم تفهمين هذا الشيء. سو لازم تفهمين عزيزتي الأنثى اللي أنا أمشي وأعلم فيك لين خلاص هلكت، إن أنتي ما تطرين على باله نفس ما هو يطري على بالك. لماذا؟ لأن تركيبة الذكر في التعاطي مع الأمور مختلفة عن تركيبة الأنثى. يعني إذا كان هو يشرب كحول راح يتذكرك يوم يسكر، وهو صاحي ما يذكر زين. وإذا كان مطوع ويبي يتذكرك يعني مثلا لما يكون خلاص كل شيء ما عنده وبروحه وعنده فراغ يعني، ودور على 5-6 غيرك وما عجبه يعني ما عطوه اللي انت تعطينه له، من عاطفة من محبة من جنس ودبر شنو اللي بينكم، فبهالحالة يذكرك ومن ثم يدعي لك بالصلاح مع رجل آخر. الله يسعدها، أنا ما أستحقها، هي تستاهل حد أحسن مني، هذا المطوع. والسكير لا سكر ولف، طبعا السكير حتى السكير يلف، مش انه والله لا يلف اختي، يلف يدور يوم يقطونه لا قطته الجديدة، وشاف ان هي مثلا مو معبرته او خانته او رميته في الشارع ودبر عادي، اللي يشوف شنو راح تسوي لديك بنت الناس الشاطرة اللي مهي زيك انت حمارة انزين. ذاك الوقت هو يقعد ايش يدورك لا سكر، فهما الاثنين كعنصر ذكوري يدورون البديل. ليش؟ ليش ما يقعد على ذكراتش وليش يدور البديل؟ لأن الذكر إذا خلصت علاقته في الأنثى يحس بإهانة، حتى لو هو اللي سابها يحس إن ذكوريته انمست، أوكي؟ لأنه ما عنده ثقة في نفسه، فيقوم وش يسوي؟ سو حبيبتي كذا كذا هو راح يدور البديل حفاظا على وجهة نظره هو كذكر انه ذكور تنهانت ولازم يلاقي البديل. يعني مش نفس المرأة، المرأة عشان تنسى علاقة ممكن تقعد 10 سنين، ممكن 20 سنة. انا شفت برنامج ذاك اليوم على LBC او شيء زي كذا مطلعينه في السوشيال ميديا، هو اردني وهي لبنانية، تخيلوا صار عمرها 60، تعرفت عليه عمرها 17، كان يدرس في الاردن لبناني، وسافر لبنان صار معاه ظرف او شيء زي كذا وما صغار يعني ورايح يدرس، صار معاه ظرف ما عرفوا شو، سافر لبنان صارت حرب ما قدر يرد، حاجة منعته انه يرد وهي مهي عارفة هو وين، لان علاقتها فيه كانت بسيطة يعني على ايام جامعة وما جامعة مش بكديل يعني. عمرها صار 62 وطلعت في البرنامج هذيل اللي يدورون بعض، اللي الناس اللي انت ضايع لك حد وتدور عليه وتبي تلاقيه وكذا يعني، وهي تسأل عنه جابوه هو على الهوى. الرجال انصدم، تزوج وعنده عيال وحياته تغيرت، هي لا تزوجت ولا حياتها تغيرت، وكانت تراجع أطباء نفسانيين كل هالوقت تخيلوا، وعاشت في اكتئاب مدة 45 مدري 40 سنة مدري 50 سنة، ما تشمل يعني من عمر الجامعة ل 60 انتوا احسبوها انزين، 40 سنة عاشت اكتئاب تدور عليه، بتلاقونها موجودة في اليوتيوب الحلقة. فشوفوا المرأة طبعا، وهذه غباء اكيد ما لخص هذا الموضوع بأي ذكاء او ما لخص بأي حب، هذا حب تملك فظيع يعني عظيم اللي عندها كذا، حب مريض. بس اقول لكم ان عنصر الانثى عنده كذا بمناسبات
إذا بشغلها هي دايما بتطلعي. زين شنو الحواج بالغامق بنات أو التصوير؟ اسمع نبض. فالرجل تذكر طريقة نسيان عزيزتي المرأة اللي تقعدين تنوحين عليه 40 سنة، نفس هذيك الأردنية البنت المرأة اللي صار عمرها 60. زين يعني مو بس ينساج، هو يطحن ذكرى وجودك مهما يقول غير كذا، غير حقيقي، غير حقيقي. هم كذا يعني خلقوا كذا، والدليل ان الرجل يقدر يتزوج اكثر او يرتبط في اكثر من مرأة ويوزع عليهم المشتان. لا فطرة ولا رغبة ولا اي شيء الا المرأة الشاذة، هذه حاجة قصة ثانية، حاجة ثانية. لكن الرجل يحبك ويموت فيك ويعشقك ومسوي لك كل شيء في الدنيا، بس عادي يحب واحدة معاك او متزوج واحدة غيرك، او انت زوجة ثانية او انت زوجة عاشرة، عادي سوري يعني عادي يمارس العلاقة الحميمية معاها. المرأة مستحيل تقدر. هذا يعطيك درس، لا تقطعين لا راح، لانه مو متقطع عليك. يعني انت ما تطلعي له حتى بطبق اليوم مهما يقول لك انا بنجالك وفيرة خلص ونكمل ردح. اوكي تعال. لا لا تعال عادي، فستان عالي في ريش مستور ولأول مرة. اوكي فالشعر شو لازم يكون اذا تصرف فيه؟ تمام. كيف بنات قولوا لي شنو اسوي بما ان ياسر جاء بيسوي شعري، اقترحوا علينا. شوفوا الالوان ايش سويت، لسه بعد ما حاطه ماسكارا، حطيت بني غامق يعني شو يقولوا له سموكي بني، وحطيت له هايلايتر لون كذا ذهبي لانه فستاني اسود وجولد. ونرجع عزيزتي، شوفوا شعري سمبل، كلي سمبل. اوكي مشكله يعني ميك اب ها شوي كمل لكم قبل المس. نرجع على موضوع حبيبتي، هذا الموضوع قاعدة أسويه ليش بيفور أند أفتر، قبل الميك اب وبعد الميك اب، قاعدة أدور على الحلقة الثانية حقيقة. فهو الرجل أو الذكر ما عنده إحساس البحث عن المرأة اللي سابها أو سابته هي، whatever شنو كان السيتويشن من عنده من عندها، زي ما المرأة يجيها اكتئاب ودبرشن. مو لأنه ما يحبها، هو يحب بس يحب أشياء ثانية معاها، ممكن يحب مرة ثانية معاها، ممكن يحب تليفون، سيارة، يحب نادي كورة زي ما يحبك، يحب النادي أكثر، يحب يلعب شطرنج، يحب يلعب ورقة جنجفة، أي شيء هو ترى يحبه معاك بنفس القدر، بنفس قدر ما يحب عياله. يحب جنجفة ممكن، أو الورق أو اللعب أو السيارة أو يشجع نادي أو whatever شنو هوايته، أو ممكن يحب واحدة زي ما يحبش ويحب عياله بالضبط. إنزين فهو رجل قلبه منتشر، يعني متوفر. أنت شنو يصير فيك غاليتي؟ وماني أحسن منك، كلنا نفس السكة. ما يروح من بالك لحظة، تاكلين تشربين تنامين تصحين، كل الوقت تفكرين في فردة الشبشب اللي كنتي معاشرتها، تدخلين في اكتئاب، يجي لك تكيسات في الرحم، يجيش مشاكل في المبايض، يجيش اكتئاب، يجيش وجه سو، يجيش ترهل في الوجه، يجيك مشاكل في الجسم، فجأة تلاقين حتى صدرك ذبل، كلك تذبلين فجأة، ما في شيء في الدنيا يقنعك، حزينة، كئيبة، متضايقة لو تدعين العكس أمام الناس. ليش؟ الله أكبر كلامي مع الأذان.
لان انت ما فكرتي في تفكيره وهو شلون يفكر، انت ما خدتي موقعه. دائما البريتش البريطانيين يقول لك put yourself on my shoes او شيء زي كذا، يعني حط نفسك مكاني. في مثل عند البريتش يقول لازم تحط نفسك مكان الشخص او مكاني قبل تحكم. فانا وانت نعتقد انه والله دام هو مو معاي اكيد هو مو، ما في لحظه ما فكر فيني، اكيد ما يقدر يعيش ويتجاوز ويشوف حب ثاني، علاقه ثانيه، كلب ثاني، يروح يحضر سباقات خيل، whatever، ان شاء الله يحضر سباقات كلاب. ينساج بس يا حظ. افضل الانسان لما يعطي المشكله يعطي حلولها معاها. الحل انه وانت داخله علاقه او انت متزوجه حتى، او تقتنعين في فكره ان ابو راس مربع مو هو مثلك في التفكير ولا في الحنيه ولا في التعلق. ابو راس مربع ما هو مثلك في التعاطي مع الامور. اذا اقتنعتي في هذه الفكره حتى وانتي الان في علاقه، ليش؟ خليني اقول لكم شغله شنو يفرق عند البنت، وهذا الشباب لازم يسمعونها كويس بصراحه. عشان كذا كارمة البنت او المراه اللي يجرحها رجل كارمة عظيمه، رجل اللي وعدها، يعني مثلا في واحد دخل معك علاقه تزوجته وحبيته وبعد قال لك انا احبك وراح اظل احبك وراح اخليك اسعد انسانه، اوكي، هذا اللي وعد. انا اتكلم عن الرجل اللي يوعد ويروح او يطفشك او ياذيك، ما تتخيلون ايش كثر كارمتها قويه. عشان كذا نص ثلاث ارباع الذكور متحطمين وهم ما يدرون ليش، لان المراه الرسول عليه افضل الصلاه والسلام يقول رفقا بالقوارير. ليش؟ لان المراه زي القاروره زي الزجاج، تكسر قلبها، مشاعرها، جسمها، كيانها، ذكرياتها. يعني شوفوا المرأة ممكن تتجاوز أبوها سبحان الله، ولو كان عندها زوج أو حبيب ويحبها وعايشة معاه سعيدة، لو مات لها ما أدري مين ما تحس بإحساس النقص إذا زوجها عندها. لكن لو هو راح وهي عندها أم عايشة وأبو عايش وإخوان وقبيلة وفلوس وكل شيء، وفقدت هذا أبو راس مربع، تعيش الجحيم لو كل شيء عندها وهو راح. عشان كذا احذروا يا رجال، منزل ومنزه وانت اخلفت فوعد مع واحدة من القوارير اللي هي يعني زجاج، كسرتها، اقسم بمن خلق السماوات والارض ما راح يتعدل وضعك. إذا كنت وعدت مرأة في حياتك أنك تكون حبيبها وتسعدها وأخلفت وعدك، نهائياً ما راح تسعد في حياتك، وراح تظل كارمتها وراك حتى لو هي نست وراحت. الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام لما قال رفقاً في القوارير، مش بس حفاظاً على المرأة، لا، الرسول يعرف في الروحانيات في الطاقة، هو أبوها، يعرف ضرر الأنثى النفسي كيف راح يلاحقك. فلما قال لك رفقا في القوارير معناها احذر انت كمان، لان هذه القارورة او الزجاجة لو كسرت راح تدفع انت الثمن غالي الين تقابل وجه ربك. لو يصير عندك 100 طفل، لو يصير عندك ما يصير عندك، مستحيل كارمة المرأة اللي انجرحت منك تروح. عشان كذا أغلب الشباب والرجال حياتهم جحيم. لا تشوفونهم يضحكون ويسولفون ويروحون يردون، جحيم هم ما يدرون ليش، لأن في كارما. لأن الأغلب والأخص الرجال العرب والذكور العرب 99% منهم خاينين الوعود. يجيك يبوس جزمتك يركع لك يسجد، ولا راح تركت محطمة مهدمة. ما أبغى أتأخر على مشواري بس أبي أكفل الموضوع. أغلب الرجال في العالم العربي تصير يشتكون من عندهم المستشفيات والأطباء أن أغلب حالات نوبات القلب وجلطات القلب تصيد الذكور. ليش ما تصيب الإناث؟ تصيب الذكور أكثر، يعني تقريبا 80% ذكور 20% إناث أو أقل.
تعود. احنا ما نعمم، اكيد في حد كويس، اكيد في حد يخاف الله، اكيد في حد يعرف ان الرسول عليه الصلاة والسلام قال ايات المنافق 3: اذا حدث كذب، واذا اؤتمن خان، واذا وعد اخلف. اكيد في حد يخاف الله وعارف هذا الحديث وخطورته، فما يخون وعد مع مرأة ما يحبها، يقول لها ما احبك، حبها يقول لها حبك ويظل معاها. فما يخون وعد مع مرأة ما يحبها، يقول لها ما احبك، حبها يقول لها حبك ويظل معاها. اكثر حالات جلطات القلب هي للذكور. راجعوا، حطوا سيرش جوجل، شوفوا الابحاث، مركز الدراسات الابحاث في العالم العربي، لان الذكور في العالم العربي مو عارفين خطوره ان هو يعمل علاقه ويطلع منها بارده مبرده، ويسيب المراه مكسوره، ويسيب جرحها ما يلأم. لو تزوجت 10 غيرك، لو راحت، لو صار عندها عيال، مستحيل المرأة كسرها حيل صعب. فعلا هي زي القارورة، يعني زي الزجاج تكسر. الرجل يقول لك لا، أنا انكسر ظهري، دايما عنده السند الذكوري، ما عمره يقول انكسر قلبي. المرأة تقول انكسر قلبي، الرجل دايما الظهر، لأن السند المادة، الفلوس، الحياة اليومية، الاجتهاد في الحياة اليومية، أنه ذكر ولازم يدبر العيشة، هذا تفكيره، ما عمره قال انكسر. عشان كذا شكوى الرجل دائما الأغلب أنه انكسر، يعني ككلام احنا نقول يعني، وهذا يعبر عن شكوى الأعضاء. ليش يجيهم جلطات؟ لأن من أسباب، أنا أتكلم على المستوى الطاقي والنفسي، من أسباب جلطات القلب هو الكارما، ان كما تدين تدان. مش انت كسرت قلب من غير ما يرفلك رمش، يجيك جلطة في قلبك. ليش يقول لك اللي يكسر قلب يفقد عزيز على قلبه؟ يجيك في قلبك وفي من تحب. كارما المرأة خطرة، لان المرأة هي اساس الخلق، لولاها الذكر لا يوجد، والدليل أن سيدنا المسيح جاء من مرأة. يعني سيدنا المسيح الله سبحانه وتعالى جعل رمزيته في أنه ينولد من غير أب عشان يبلغ هذا الكون كله أهمية المرأة، تمام، خطورة المرأة والأنثى، أمك ثم أمك ثم أمك ثم أباك. الأنثى، الذكر العربي، أجين ما نعمم، أكيد في إكسبشن، الذكر العربي لا يعرف قيمة المرأة وخطورة كارما المرأة. انتبهوا شباب، ما تحبها قل لها ما أحبك، تبي علاقة مؤقتة ادخل قل لها أنا ناوي علاقة مؤقتة، أنا ماني قد علاقة، أنا ماني قد مسؤولية، أنا ماني قد وعد. لا توعد، يظل هنا في رقبتك، يسمونه حبل طاقي، ممتد من جسدك الأثيري إلى جسدها الأثيري، حبل طاقي لا يقطع إلا يوم القيامة، يوم ربي يواجهك فيها وتواجهك هي، عاد هي تغفر لك ما تغفر لك، العلم عند الله. كثر قراءاتي أنا قريت أنه الإنسان يوم القيامة ما يغفر، ما يسامح. تتخيل في حبل طاقي ممدود معاك من يوم وعدت الوعد، وأي وعد توعده في حياتك، مش بس المرأة، لكن المرأة بشكل خاص، لأنها هي الحلقة الزجاجية أكثر في الكسر. المرأة اللي زي تعدي، اللي زي نكسر ما ننكسر. ليه؟ لأني أنا أستخدم دور الذكورة في شخصيتي. لكن البنات الثانيين، زوجتك، أختك، اللي تحبها، حبيبتك، your girlfriend، whatever، خاف الله، لأن ما راح تنجى. وكما تدين تدان، وزي ما تجرح قلبها حيجيك مصيبة في قلبك أو في من تحب. ممكن عيالك، ولدك، بنتك، أمك، أبوك، whatever، حد تحبه تنجرح فيه، أو تنجرح في عملك، أو تنجرح في صديق، أو تنجرح في شيء مرة تحبه مثل فلوسك، شغلك، تلاقيك تدمرت.
العهود والوعود الإخلاف فيها كارثة للرجل وضرر للمرأة، حتى المرأة اللي توعد. بس عادة المرأة بشكل عام إن ما قدرت تسوي الشيء تقول أنا ما أقدر، لا، ما عندها هذا الإيجو اللي توعد وتأمل وتخلى في البشر، ما عندها هالشيء. احذروا يا ذكور العرب، احذروا من الخلاف في الوعود. أمراض القلب واجد منتشرة في العالم العربي للذكور. تبون تأكدون من كلامي، اعملوا بحثكم حتى على جوجل على المستشفيات، وشوفوا كم نسبة الإصابة بجلطات القلب بين النساء والرجال. كارما يس كارما، ضرر يس ضرر. عشان كذا رسول الله صلى الله عليه وسلم أجين رفقا في القوارير، زي ما هي تنكسر زي ما هتكسرك، مش ضروري هي تكسرك، بس حبتها وكرمتها تكسرك.